بلاد صافي ماشي الشكر. مبروك عليك صفوان. لا بغيتي لنا قيلا اللهم زيد وبارك الخيرات الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. شوفوا العنب كيف كحال. قبل ما نكملوا الفيديو نبشركم باللي الكرموس الجديده لبسات ما شاء الله تبارك الله صراحه دخلت للسوق. بزاف ديال الناس كانوا كيسولونا يقول لك الكرموس عافاكم الكرموس، كنا نقول لهم مازال ما وجدات. كيفاش مازال ما وجدات؟ يعني مازال ما يمشات، ما يمكنش نعطيوها لكم باقا خضره خضره كتضيع. دابا يمشات ما شاء الله تبارك الله، رطبه وبيضة مختورة على حقها. انتما كاين كاين البيضة وكاين الكحلة. كاين الكحلة هذه البيضة تبارك الله، انتما لاحظوني انها عندي في يدي كتهبط تبارك الله، بقاو الجودة رائعة، بقاو تما رطبة باقا تبارك الله وجديدة. كاين الغدان وكاين العوالي. ما زيد وبارك يا رب العالمين، والله يسخر في هذا الرزق العظيم. هذا الغدان شوفوا تبارك الله عاوتاني، ها انتما رطب ما شاء الله. الناس اللي كيبغيو يتعالجوا من فقر الدم، الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي، انا رجعت لكم صاحبة فيتامين دي ما شاء الله تبارك الله. الفيتامين دي ديالي انا هو الخليع، الخليع المتميز والرائع. انتم شوفوا القرعه عامره تبارك الله حتى الفم، هذا ديال المعزي وديال الغنمي ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد وبارك. واحد المعلومه، المعزي والغنمي كيكون فيهم العظومه، كنخليهم بالعظومه ديالهم، ولكن البقري كتكون غير الهبره. ولكن ما تسمعوش العظومه صافي ماشي هذيك العظومه بالعكس كيعطيهم واحد المذاق واعر وكيخليهم رائع ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد وبارك. اصلا راكم عارفين الكسيبه ما كنكونش فيها اللحم بزاف. المهم حاليا دايرين لواحد العرض، حنا كنا كنحسبوه ب 175 درهم، 175 درهم للكيلو. دابا دايرين واحد العرض 160 درهم للكيلو، عرض خاص لمده اسبوع بالنسبه للمغرب. اصلا ما بقاش بزاف مازال شي بركه قليله، غنبداو ان شاء الله عاوتاني الجديد عاوتاني. كاين حتى القديد، الناس كيسولونا على القديد، مازال شي بركه وغنصايبوه جديد ان شاء الله. خلاطات خلاص الخلاطه ديالنا الطبيعيه ديال زياده الوزن ومحاربه فقر الدم، هما هادو كما كتشوفوا. كاين اللي كيبغي ياخذ جوج، كيكون عملناها هكا في قراعي صغير باش كل واحد ياخذ على قصيطه عاديه بحال هذه، كتهز اكثر من 6 كيلو. داكشي اللي كاين مرحبا، باش نطولوش عليهم التوصيل لجميع المدن المغربيه حتى توصلك لا كوموند وتحل الكارطون تشوفها عاد كتسلم الليفرور هذاك اللي غايجيبها لك الفلوس. بزاف ديال الناس الصراحه ما سبق لهمش تقداو، سواء من عند ناس ومن عند ناس وحدين اخرين كيكونوا مازال ما عارفينش بزاف ديال الحوايج. في المغرب راه كاين التوصيل حتى لباب الدار، يعني كاين شركات خاصه كتكلف بالتوصيل حتى لباب الدار، حيت بزاف الناس كيسولوني كيقولوا لي كيفاش نتوما وتاونات وحنا في العيون كيفاش غيوصلنا داك الشيء؟ حنا في كازا خارج كازا كيفاش غيوصلنا داك الشيء؟ داك الشيء سهل الحمد لله، راه ولا كل شيء سهل. كاين شركات ليفريزون خاصه متعاقدين معاها حنايا، كتجي عندنا حتى لباب الدار فين ما كنا، سواء هنا في فاس سواء فين ما كنا في البلاد فين ما كنا كتجي عندنا حتى لباب الدار، كتهز لي كوموند وكتفرقهم عليكم من طبيعه الحال. نتوما في ظرف في المغرب يومين لو ماكسيموم ثلاث ايام توصلك حتى لباب دارك، تصل فيك الليفري يقول لك فين راك وكيجيبها لك للخدمه للدار فين ما بغيتي. يعني نتوما اللي كتختاروا الوقت وقتاش غيسلمها لكم والمكان فين غيسلمها لكم، نتوما اللي كتحكموا بالوقت. خارج مثلا خدامين خارجين حتى السته ممكن حتى السبعه عاد يجيبها لكم للدار، ما كاين حتى مشكل. حبوب اللقاح مع العسل الحر الاصلي من طبيعه الحال جدادين، هادو كيما كتشوفو مزيان جدادين تبارك الله وصلوا على النبي ما شاء الله. هادو اللي بغى الصحيحه ديالو هادو مع العسيله ولا مع اي حاجه بغيتو تعملو معاه. حبوب اللقاح غذاء الملكات، كاين اللي ما كيعرفوش بسميه حبوب اللقاح غذاء الملكات والعكبر ان شاء الله باذن الله من البروبوليس. ديك الساعه راه غادي نديرو الاشاره ان شاء الله، راه متواجد عندنا غير داك بحال داك الحجاج كيخصهم يبقاو في بلاصه بارده باش ما كيضيعوش. حبوب اللقاح مع العسل راه كيشافي من قولو العصبي الاعصاب جميع الامراض المستعصيه. واللي راه كنعملوه في الخلطه راه والله العظيم كنعملوه في الخلطه ديالي. شوف راه ممكن دير حبوب اللقاح، مثلا تاخذ كيلو ديال حبوب اللقاح وكيلو ديال العسل وتخلطهم مع بعضياتهم صباح معلقه وفي العشيه معلقه، ممكن تستغنى على واحد 10000 درهم ديال التدويزه والطبيب وما شابه ذلك. يعني الانسان يحاول يتهلا في راسو. باش ما نطولوش عليكم كملوا لا فيديو. كذلك التوصيل حتى لخارج المغرب بطبيعه الحال، كاينه فرنسا بلجيكا المانيا هولندا ايطاليا. ايطاليا كانش فيها المشكل، كان فيها المشكل، دابا ما بقاش فيها المشكل الحمد لله. ايطاليا مرحبا الف مرحبا، حاليا لقينا واحد لاجونس اللي نتعاملوا معاهم، ناس طيبين ومعقولين كيوصلوا تقريبا لجميع المدن الايطاليه تقريبا.
السلام عليكم بنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير، تكون صحتكم مزيانه دائما وابدا. المهم البارح ما كملتش صراحه معكم الفيديو، ما كملتش معكم يعني شكل نهائي كيف جابوا النعاس. دابا غنكملوا ان شاء الله معكم. وسبحان الله محمد عملنا واحد المفاجاه وجاء في الصباح، ما كنا يعني ما عارفين حتى شي حاجه، ما فرصناش حتى جعتنا بالضبط. المهم دابا غنطلعوا يا دري بحال اللي يقطع يا دري. عاد شي صاب واحد الورقه واش دربك تسجيل صافي؟ ما كان بوزين كاع صافي كان مسجل كنا مسجل هادي في لافوك على حساب لافوك دربك نخرجو بحال هذا الروسي وشحال هو يقول لي سير خرجوا لي سير خرجوا لي وانا انت شي مشكل سداه القاتل لا ماشي دابا انا دابا صيفطت له السيد قلت له خرج لي هاد الورقه كاع جوج دراهم درهم ديال الورقه ودرهم ديال الدخان واش تنكر هاد الدرهم ديال دابا اصلا يعني كيغالي وراكم عارفين الدخول المدرسي قال لي يلا موت وكيف زعما انت جيتي عندنا بلا ما تعلم لنا شي حاجه حبيبي هالامور ان شاء الله حتى شي اللي شي طنوبل ايه يا لون فيه يا شي شي طنوبل سيت وا لا لا انت خصك الوزيه دابا نبقى نبدل شي حاجه يا طوزيه حتى الصوره حتى اورنج زوينه حتى اورنج زوينه حتى اللون الاورنج زوين كم دابا انت ما جيت بلا خبرنا ما نقولها يلاه طلعت شنو زعما توحشنا والله الا ما حدث بالله توحشينا البارح مشيت مع حسين قلت له راه ربما نخليه في فاسق قال لي اخويا بازك ما كيعياش وقل له خمسه وخميس عليا لا العادي في الطريق راه صعيب الصراحه مشينا البارح في واحد الطريق انا عارفه ديك الطريق ما نخلي لكم انا غنمشيو نشوفو صافون راه مني من البارح ما شفتو من البارح حتى البارح ما شفتوش مول البارح ما شفتو توحشت واحد التوحيشة بوحدة محمد ما عرفتش شنو يعمل وكتابي وكتابي ازي هو توحش له اجي فيها هتقول له برا ما عرفتش شنو فيها دابا تعالوا الأولى اجي عندي اجي عند ماما سه سه عند ماما اجي عندي على بركة الله غنهزو عليك بنات صفوان شنو الشكر مبروك عليك صفوان مبروك تسديتي القراية انت صافي بوحدك شوفو كي جات البنات شوفو هذا الشكر فاطمة الزهراء اللي درنا له حيد ولدي حيد الطريق شوفوا الدراري والله ما كيعشموش ما كيخافوش على عمرهم كاع صراحه صعيبه والله راه صفوان كيسوق حيدو صفوان راه حنا عارفين حدا الدار باش معاه نتوما الدار سنا شو تقرا مامي هذا الحال محمد ولي واحد خايف نشلخ منور منور هالحلق محمد ليه بالليل عصا فوال ما كان بغيش ينعس وغاش يركب لينا في داري شنو يلقي صفوان شنو اجا بغيتي تنعس علاش اجا بغيتي تنعس عندنا غير فلفل فلفل قلها بررر عليك وانا عسى ودعتي والله ما بغي ينعس مشكلة بعدتي انا في حياتي كو قاسة بلاستي والله إلا شنو هادشي ديالي ها شنو هادشي ديالي شنو هادو شنو هادو شنو هادو شنو يعني بيا صباح النور البلاد نويو هذا النهار جديد ان شاء الله دابا غنمشيو نتغداو انا ومحمد الى كتاب صراحه تسالنا كلشي وغنمشيو ان شاء الله للسويقه اللي كيكون فيها كلشي واخا كنتيبو غير واحد المارشي صغير دابا غنمشيو للسويقه ان شاء الله الكبيره نتغداو داكشي اللي خصنا للدار كامل باش ما نبقاوش يكون نهار سيتي هادي سيتي هادي سيتي هادي المهم خليكم معنا الخضره دايره الكرون هذا كرون الخضره الخضره
هذيك مقداش ايوا نتوما زعما تبارك الله شوسه ايوا اخيرا تبارك الله ما شاء الله الحرارة هذا النهار ما شاء الله المهم حنا بصح تخدينا الحمد لله كما شفتوا خدينا داكشي اللي خصنا كامل هذا هناك سويقة كبيرة يعني أي حاجة قلت عليها كانت تبرع صراحة أرخص بلاصة من ناحية ديال فاس هي زواغ من ناحية ديال الخضرة المارشي قريب علينا هي لأن المارشي قريب وطراوة ما يبيعولك شي حاجة البارح كلشي جديد كلشي طراوة ما شاء الله والناس كتقنع راكم عارفين الناس كتكون ساكنة في الأحياء الشعبية الناس كتقنع أخويا كيقنع ب 10 دراهم في الكيلو قانع ما كاين حتى مشكل داكشي اللي كاين دابا غنمشيو خلينا أختي عائشة جبنا الحوت في الصباح ودابا نمشيو نصغبو إن شاء الله يلاه حنا جبنا الربيع وداكشي اللي كنا نصغبو به والواليده مسكينه سمحنا فيها راه في البلاد قالت لك والو غير خليوني الو قالت لك انا عييت معاها يلاه دابا الوقيته ديال القرايه سيري للجامع قالت لها غير زلان تقيل معايا انتي سيري للجامع قالت لك والو خليوني بلاتي شي شويه وعاد نجي الناس ديال البلاد عندهم يعني عندهم البلاديه كلشي كما الناس ديال المدينه ما يقدروش يمشيو للبلاد يتخلوا على المدينه ثاني كذلك حنا الناس ديالنا عاوتاني ان شاء الله قريب غادي نمشيو ان شاء الله يا ربي يا خير دابا تسالنا تقريبا الخليع والقديد خصنا عاوتاني نصايبوا الخليع والقديد يا الهي عاد شحال الثمره فيه ولينا كنصايبوا القديد اللي كيدار مع اللوبيا مع العدس اللي بغاه مرحبا صراحه البارح عملنا واحد شويه مع العدس ونسيت ما شاركتوش معاكم عرفتي على الدواء كيجي ما شاء الله واخا اللي ما كياكلش العدس غياكل مع القديد ان شاء الله دابا دابا نشاركوا ان شاء الله معاكم الطريقه كيفاش كنعملوا مع القطليه يلاه انتم معنا تبارك الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك الخيرات الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى شوفوا العنب كيف كحال غبارنا عليه ما شاء الله كنت نقول انا غنلقاه ضاع ساعه تبارك الله ما شاء الله الخير الخير ديال الله كحال يا سلام عرفتوا على حلاوه فيه ما شاء الله 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 اللهم زيد وبارك الخيرات خيرات الله غرسوا غرسوا اللي عنده الارض يغرس تبارك الله ما شاء الله هضر ما فيه الشمس ديك الشيله شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله تبارك الله ايوا دابا من بعد ما جنينا لهما القضيه راني طالع للطوموبيل انا عطيت السخير هذه لعمي الحاج اصل الطير غيوصلها ليهم حتى لباب الدار ها العنب يا بوش راه كنت نسيت الشكاره هنايا على بركه الله الحميه راه ديالنا شحال هذه مركبنا على الحماره الجو ما شاء الله تبارك الله ريحه الدوار ما شاء الله الرسيد زيد الرا زيد الرسيد الرا رغم التقدم الطوموبيل اخر ما كاين ولكن مازال كننقلو على الحمارة للأسف الشديد اي والله يصاوب ويساعدنا في شي أرض إن شاء الله تكون حدا الشانطي في شي بلاصة مناسبة نديرو فيها شي فيلا